عالم التجميل ده عالم كتير جدا. يعني ان شاء الله دلوقتي احنا بصدد ان احنا بنعمل مشروع قومي ده ان هو ما يبقاش فيه ست في مصر ما عندهاش ست. امتى تاني ما نعملش العمليه لو المريض عمل العمليه دي 4 5 مرات قبل كده؟ فهي تتحول بشكل او باخر الى مشكله نفسيه. هنحرم على الهوى على الهوى. الأستاذ الدكتور محمد أبو زيد استشاري جراحات التجميل بكلية طب جامعة القاهرة، عضو الكلية الملكية للجراحين بإنجلترا، رئيس الجمعية المصرية لصحة المرأة فينس. أهلا بكم. الثدي عندما نتحدث عنه في عالم التجميل نحن أمام مشكلة طبية نفسية جمالية اجتماعية، مشكلة من أكثر من جهة. أنا بلاحظ برضو شيء مهم عايز أأكد عليه المرة دي من ناحيتنا، إنه كتير جدا من ردة فعل الأسرة سواء للبنت اللي بتشكي من ثديها اللي لسه ما نضجش أو صغير، أو للزوجة اللي صدرها أو ثديها ترحل وحالته ما أصبحتش كما كانت جماليا، رد فعل الأسرة أو الزوج ما بيكونش ساعات في المقام المناسب، وساعات يبقى في مقام مناسب جدا، يعني نقدر الشكوى نسعى لحلها نهتم بيها، أو على الجانب الآخر ما نقدرش الشكوى نتفه نرى أنها شكوى فيها دلع، أو نحط رأسنا زي النعامة في التراب ونقول لا ده المشكلة هتتحل في المستقبل. هنا بقى تبقى أسئلة مهمة جدا، متى نتدخل؟ أين ينبغي أن نتدخل؟ لماذا أحيانا ينبغي أن نتدخل بواجب؟ وكيف يكون التدخل المنضبط؟ وكيف يكون أو ما هو شكل التدخل غير المنضبط؟ أو الأفكار بقى الهلامية اللي في الآخر مش هتطلع بنتيجة. النهاردة هذا هو مضمون حوارنا المهم جدا في موضوع زي ما أنا قلت له بعد جمالي واجتماعي ونفسي وتشريحي، وأيضا قد يكون له كمان بعد خطير جدا أنه قد يكون إنقاذ لنفسية متحطمة بعد حالة استئصال ثدي مثلا كما في السرطان. النهاردة لقاء مهم جدا زي ما قلت لكم مع ضيفي العزيز، في لقاء فيه مفاجآت كثيرة وفي حوار على مستوى مختلف مستوى عالي جدا مع واحد من نجوم عالم جراحات التجميل، واحد من المبدعين في هذا المجال، وبيسعدني جدا أن يكون دائما معنا. وزي ما أنا بقول دائما هو أيقونة هامة جدا في عالم الثقافة الطبية، الأستاذ دكتور محمد أبو زيد. أهلا بك يا دكتور. أهلا بك دكتور، وحشت والله. ربنا يخليك. معطلك ومسحرك أنا في سؤال بس هيجي بعد شوية، سؤال طويل كده وفي 4 5 علامات استفهام أو كلمات استفهام، لكن هبدأ بالأول بالكلاسيكي. ما هو الثدي؟ هل هو غدة تركيبيا؟ شكله إيه؟ تفاصيله التشريحية دي مهم الناس تفهمها. بسم الله الرحمن الرحيم. خلينا أقول إنه الحلقة الحقيقة أنا كنت حابب من عنوانها يبقى الثدي ما بين التجميل والخوف، ما بين الجمال والخوف. الجمال اللي هو بمقاييسه المختلفة وبالشكل والحجم والمكان التشريحي، والخوف من السرطان. احنا هنا بنتعامل مع حاجة ممكن تكون مفرحة جدا لو خدت الشكل بتاعها، وحاجة ممكن تكون مقلقة جدا ومرعبة جدا. لما البيبي بتولد وتبص على بيبي لسه مولود بتلاقي ان القفص الصدري والمنطقة دي واحد عند الولد والبنت. ايه اللي حصل؟ عشان الكلام ده مهم جدا في كل النقط اللي هنكمل فيها. اللي حصل انه عند سن البلوغ الغدة اللبنية بدأت تنمو عند الأنثى، بدأت تتمدد الجلد، بدأت تحول الجلد اللي هو كان جلد عادي خالص إلى إيه؟ إلى غلاف للثدي، بدأ حجم الهالة البنية والحلمة يكبروا. فبقى ده ثدي أنثوي وده ثدي ذكري. جوه هذا الثدي في غدة لبنية محاطة بدهون ثم محاطة بالغلاف الجلدي اللي هو كان على القفص الصدري العادي.
ليه بنقول المعلومة دي وبنأكد عليها؟ لأنه الحاجة المرعبة المخيفة اللي في سرطان الثدي لا تصيب الجلد بتاع الثدي إلا في الحالات المتأخرة جدا، أو في نوع من أنواع السرطان اسمه باجيتس ديزيز. وبالتالي استئصال الغلاف الجلدي للثدي في معظم سرطانات الثدي هو غير صحيح. هنا بيخليني أفقد عنصر جمالي مهم جدا في الثدي، وبضيع وقت طويل جدا عشان أعيد بناء هذا الغلاف الجلدي. فده فيما يخص التركيب التشريحي، فيما يخص عنوان الحلقة، فيما يخص فكرة هم كان شكلهم ايه وهم صغيرين ولما كبروا بقوا عاملين ازاي، وبالتالي الجلد ده ليس جزء من التركيب الغدة اللبنية اللي هي بيصيبها السرطان الا في الحالات اللي احنا استثنيناها. دايما البنت عندها هوس، هل صدرها طبيعي ولا اصغر من الطبيعي او اكبر حتى من الطبيعي؟ هل شكله كده مظبوط منضبط ولا مش حلو؟ ولذلك انا دايما اقول هل من المنطقي ان انا اسالك واقول لك ما هو الحجم والشكل المثالي، ولا هيبقى سؤال مش في وضعيته؟ مفيش مثالي، ايوه، مفيش جميل، ايوه، في مناسب. دايما نتفق ان احنا عندنا مفيش مثالي، مفيش جميل، في مناسب. طب يعني احنا كنا قبل كده الغلاف والمحتوى موجوده لسه في الارشيف لكن الجديده بتاعتك بقى دي قاعده ان مفيش جميل، مفيش مثالي، في مناسب. المناسب زي ما حضرتك شايف دول عندنا ثلاث اشكال لثدي جميل، مناسب، مثالي، تقدر تقول عليه اللي انت عايزه. بس هو هنا ليه بنقول ان الصح ان احنا نستعمل كلمة مناسب؟ لان هي نسبة وتناسب على حسب مقاييس الجمال، وعلى حسب مقياس القفص الصدري، وعلى حسب شكل ووزن هذه المريضة. ببساطة شديدة انه بيبقى التلت العلوي بيبقى 45% من حجم الثدي، والتلت السفلي 55%، يعني ما يبقاش مستدير، ما يبقاش كروي الشكل تماما. عشان كده دايما الشكل الجميل اللي هو يبقى تير دروب او على شكل الدمعه، او ان هو نص كمتريه، واتيفر، اللي هو الشكل بتاعه ما يبقاش مستدير تماما يعني. دي حاجه لازم نراعيها في التكبير وفي اعاده البناء. الجزء الثاني هو مكان الثدي فين؟ مكان الثدي موجود ما بين الضلع الثاني والخامس، وما بين عظمه القص الى خط العضله الخارجيه من الصدر، وبالتالي ده المكان بتاعه. يبقى هنا الشكل عرفنا شكله يبقى عامل ازاي، الحجم عرفنا انه بيختلف من شخص لاخر حسب وزنه وطوله وعرض القفص الصدري بتاعه، والمكان التشريحي بتاعه موجود، وطبعا عرفنا التركيب. دايما بنحب لما نيجي نعمل تجميل في اي منطقه في الجسم نرجع بيها الى الناتشورال، الى الطبيعي. ما نعملش حاجه خارجه عن الاطار الطبيعي جدا. فاحنا برضو من الثوابت قواعد، لو بتعمل بقى قواعد ثابته عندنا هتطلع للساده المشاهدين في معلومات واضحه، ان احنا بنحل مشاكل مش بنحقق رغبات. يبقى لازم يكون عندنا مشكله علشان نحلها. يبقى ده في من ناحيه المقاييس لازم البنات تحفظوها، اتكلمنا احنا قلنا ده بالظبط. بالظبط. لما نيجي بقى لهذه المشاكل، انا النهارده مش حابب اتناولها باللي هو تكبير الثدي وتصغير الثدي واعاده تناسق الثدي واعاده بناء الثدي والثدي، عايز اتناولها من ناحيه المراحل السنيه. هو ممكن في سن الصغير الاطفال يبقى عندها مشكله في الثدي. ساعات بيتولد الولاد او البنات عندهم نيونيتال ماستايتس، بيتولدوا بتورم في الغده اللبنيه، ودي حاجه سيلف ريسولفينج بتروح لوحدها، بتخف مع الوقت نتيجه الانتقال بعض هرمونات الام الى الجنين، فبتاثر على الغده اللبنيه مؤقتا وبتروح. ودي يخطئ فيها البعض ويفتحها كانها خراج ويدمر ثدي الطفل او الطفله مدى الحياه. ياه، ممكن يعمل الكارثة دي كتير جدا. يجي بيبي صغير عنده التهاب وحمار هنا، وحد فتحها له على انها خراج مثلا، ويبقى فقد الغده كانه اتحرق في المكان ده، يخرب، وبالتالي يبقى فقدنا الغده اللبنيه مدى الحياه، ومصيبه لو كانت بنت بالذات. طيب فتره المراهقه البنات بيحصل فيهم حاجات والولاد بيحصل فيهم حاجات. البنات لحد سن 18 سنه يبدا تاخد الشكل الجميل المناسب لوزنها وطولها وكده، قبل كده بيكون اصغر شويه. طب لو استمر التضخم اكتر من اللازم تبقى مشكله. يبقى بقى عندنا النوع الاولي من تضخم الثدي اللي هو الفيرجنال بريست هايبرتروفي، اللي هو تضخم الثدي العذري او الاولي، وده مشكلته انه ممكن مع عمليه التصغير يرجع تاني يكبر، لان لسه الغده اللبنيه قابله للزياده. طب
لو ما كبرش اكتر من اللازم وما مشيش في حجمه الطبيعي يبقى ضامر، ما وصلش للحجم المثالي بتاعه، وده بيبقى في نسبة كبيرة من البنات بتوصل لـ 30% من البنات اللي بنيتهم نحيفة. هنا يبقى احنا امام عملية ضمور للثدي اولي برضه، لان هي لسه ما اتجوزتش وحملت ورضعت، فده منذ البداية هي الثدي حجمه صغير، وبالتالي هنا ان احنا محتاجين نعمل عملية تكبير للثدي. دي المشكلتين اللي بيحصلوا في هذا السن في البنات. عملية تكبير الثدي بقى بنحلها بايه؟ لو في غده لبنيه نحقن دهون. لو ما فيش غده لبنيه زي الحاله اللي قدامنا دي بنعمل ايه؟ بنعمل عمليه تكبير الثدي بوضع الحشوات اللي هي الامبلانت، اللي قلنا ان هي ما بتاثرش على الاحساس ولا ملمس الثدي ولا الرضاعه، ما بتجيبش امراض وما بتعملش اورام. وايه الاخرانيه لو تفتكر؟ وكمان مصنعش في الطيارة. يعني دي محتاج بيها كتير. وجبت لنا انت واحدة عمليات الضغط عليها والوزن وهكذا الاخر. وجبت لي جبت في الحلقة قبل كده احدث انواع الحشوات بالظبط، جبناها وقلنا ازاي هي بتمتص السوائل وما بتبقاش متعرضة لكده، ولما فتحناها قلنا ان هو ما هوش سائل، وده بقى اسمه كوهيزيف جيل، ما بقاش اللي هو الحاجة السائلة اللي هي احنا بنخاف من مشاكلها. طبعا الصدر هذا الامبلانت بقى بيركب تحت الغده، لو في غده بيركب تحت العضله، لو في عضله، لو في غده مترهله شويه بيركب تحت الاثنين اللي هي بنسميها ديوال بلين على حسب الحاله، وده اجبنا عليه في حلقات سابقه. طيب لو الصدر كبر اكبر من اللازم، ممكن يكبر في هذا السن او ممكن يكبر في سن قدام، بس في الاخر هنا هنضطر ان احنا نلجا الى عمليه تصغير الثدي اللي بتبقى اكثر جروحا، بتاخد وقت اطول شويه، ولكن في الاخر بنوصل الى الصدر اللي هو المشدود اللي هو واخد الشكل الطبيعي بتاعه، وفي تناسق ما بين الثديين طبعا بيتم. دي عملية تصغير الثدي. بيكون في جروح حوالين الهاله البنيه للحلمه، وخط في اسفل الثدي او حرف تي مقلوب لو الثدي ضخم جدا. طب الشباب الولاد في هذا السن ممكن يحصل لهم ايه؟ ممكن يجي لهم تسدي، لانه عدم الاتزان الهرموني في هذه المرحله ممكن يؤدي الى ان الغده اللبنيه تبقى زياده شويه. بس هنا من الحظ الجيد ان دي طبعا عمليه التصغير مع الرفع ثدي ضخم جدا، وبيتم تصغيره مع رفعه من الجروح اللي احنا قلناها. طبعا عمليه رائعه. في خلال هذه الفتره العينه بتحط دهانات وكريمات، في خلال شهر ونص لثلاث شهور بالكثير بيكون الاثار اختفت تماما. وطبعا اول ثلاث اسابيع بترتدي كرسي. نروح للرجاله. نروح للرجاله في هذا السن اللي هو سن المراهقه، يحصل ايه؟ يحصل عندهم ما يسمى بالتسدي، والتسدي هنا حميد جدا، حميد يعني موجود في الغده، مش موجود في الغده اللبنيه، موجود في الدهون. وبالتالي من فتحه صغيره مقدر موضعي بقدر اسحب الدهون، ولو في حته ديسك موجوده صغيره بقدر اشيلها، زي ما عرضنا قبل كده اكتر من مره في التسدي عند الرجال، مجرد ان انا بشفط الدهون واشيل الديسك بتاع الغده اللبنيه. بدات الست تدخل في مرحله الحمل والانجاب والرضاعه. قبل بس ما نكمل، خلي بالك الدكتور محمد بيشرح النهارده على حسب الاحتمالات العمريه. بالزبط. ماشي، مع احنا ماشيين رجاله وستات من واحنا اطفال، كبرنا 15 17 20 25 حمل ورضاعه، احنا في العشرينات او اوائل الثلاثينات. بالظبط كده. اوكي، بدا يبقى الصدر بيأثر عليه هرمونات، واحنا صغيرين بيأثر عليه الاستروجين والبروجستيرون. لو في حمل ورضاعه بيأثر عليه هرمونين تانيين اللي هم مين؟ البرولاكتين اللي بينتج اللبن، والاوكسيتوسين اللي بيفرز اللبن بقى، بيخلي اللبن يخرج من الثدي نتيجه لضغطه على الغده اللبنيه. يبقى في عندنا اربع هرمونات بتأثر على الثدي: استروجين وبروجستيرون وبرولاكتين واوكسيتوسين. بدأ عمليه الحمل والرضاعه، الصدر بيكبر مع فتره الرضاعه، وبعدين المفروض انه يرجع لحجمه الطبيعي. مش دايما بيرجع لحجمه الطبيعي، 30% بس منهم بيرجع لحجمه الطبيعي، بس 100% منهم ما بيرجعش لشكله الاولاني. ليه؟ لانه جزء خارج الجسم تعرض لتغير في الحجم، تعرض للجاذبيه، فشكله بيتغير اكيد. طيب اللي بيرجع لحجمه الطبيعي اوكي، وارد، حصل ترهل بس مقبول، الدنيا بتمشي كويسه لطيفه. طب اللي ما رجعش هيبقوا تلتين تانيين بقى، في تلت هيحصل فيهم ضمور شديد في الثدي، خاصة بعد الحمل الثاني.
خاصة بعد الحمل التاني، هنا هيحتاج لعمليتين مع بعض، تكبير ورفع، وجزء منهم بيكمل في التضخم بتاعه، بيفضل الصدر كبير. يبقى هنا تضخم من النوع ايه؟ من النوع الثانوي مش الاولي اللي هو ساعة البلوغ. لا ده دي ست خلفت رضعت صدرها ما صغرش، فضل كبير او زاد. هنا هنحتاج ان احنا نعمل ايه؟ هنعمل عمليه التصغير والرفع، ولو ضمر هيبقى التكبير والرفع. رفعت شويه حاسس ان في لازم طبعا لازم في رفع، يعني ناحيه فيها تكبير وناحيه فيها تكبير مع تصغير مع الرفع. السؤال الطويل بقى، اين ولماذا وكيف ومتى؟ هل ده دلوقتي منطقي ان انا اساله لك؟ هو انت قلت جبت اجزاء منه واحنا متى، احنا كان عنوان الحلقه متى اللي هو التدرج بالظبط اجزاء كتير. اين احنا اتفقنا اللي هو المقاييس الطبيعيه لاختيار الجراح اللي هتعامل مع الاستاذ او الاستشاري او 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 الى اخره. ده اللي هو كيف، احنا شرحنا كيفيه كل عمليه من دول، التكبير والتصغير واعاده التناسق والتسدي، ولكن لما اتطرق الى اعاده بناء الثدي في حالات الاورام، وده هنقوله في عجاله في الاخر. يبقى ادي اين ومتى وكيف. لماذا؟ شوف زي ما المقدمه اللي هي قالت انه هذا الموضوع هو رمز الانوثه، يعني حضرتك لو جيت تتحدث عن رمز الانوثه هيكون الثدي. تمام. الشكل والحجم والنفسية والبعد الاجتماعي وكل ده بيقول لماذا نلجأ إلى الطبيب علشان نحل هذه المشكلة في الثدي. طبعا لازم يكون حد أمين ويقول احنا عندنا حق في اللي بنعمله ولا، ولكن في معظم الأحيان عندما نقترب من هذه المنطقة بيكون في مشكلة فعلا. ممكن حد يدلع في خدوده في مناخيره، إنما لما يكون في مشكلة في الثدي بتكون الموضوع فعلا هناك مشكلة ولها بعد نفسي واجتماعي إلى آخره. هنا بقى أنت أشرت للبعد النفسي والاجتماعي اللي بيصل إلى أقصى مدى له في حالات الكانسر، في حالات السرطان. دي حقيقة. دي حقيقة. كان الشائع زمان زي ما حكينا قبل كده إنه بنعمل إعادة بناء الثدي بعد أن تنتهي السيدة من أخذ العلاج الكيميائي والإشعاعي والهرموني، يعني فترة حوالي 6 شهور. و جيت في من 2004 ل 2006 اشتغلت على رساله الدكتوراه بتاعتي اللي هي كانت اعاده بناء الثدي مباشره بعد استئصال. الجوانب الجماليه يعني الشكل والحجم والتناسق والهاله البنيه واعاده البناء بحيث ان يطلع ثدي جميل معاد بنائه. اعاده البناء مباشره دي هي كانت احد اسباب سفري الى ايطاليا في معهد الاورام في ميلانو، وكان هناك برضه الكونسبت بتاع ان احنا ناجل لحد ما خلص الكيمياء والشعر، لحد ما عملنا تيم يشتغل على اعاده البناء مباشره. ليها مقاييس، ليها محاذير، ليها نتائج هائله جدا، وبتشترط اتباع القواعد السليمه والتعاون مع الفريق اللي بيتكون من دكتور الاشعه ودكتور علاج الاورام وجراح الاورام في بعض الاحيان، واضفنا الى ذلك دكتور العلاج الطبيعي ثم الدكتور العلاج النفسي كمان. الست هنا بتطلع متخلصه من الورم والثدي بتاعها موجود، ما مرتش بالمرحله النفسيه والاجتماعية السيئة اللي هي ما فيهاش ثدي، وبالتالي هو ده الجديد اللي هو إعادة بناء الثدي مباشرة بعد استئصاله. ومن خلال نافذة الناس الحلوة ده مشروع قوم الفترة الجاية. احنا هنتبنى سوا كل ست في مصر عندها سرطان في الثدي هنعمل لها إعادة بناء. دي مفاجأة، انت بتعمل لي مفاجأة جميلة قوي. مفاجأة. اي ست في مصر عندها سرطان على فكرة ما اعرفش الكلام ده قبل اللي هو عامله لي مفاجأة. ده انا مبسوط جدا، انا مبسوط جدا جدا. اعتقد حلو قوي لو عندنا في التجميل حاجة تستحق التعاطف طبعا، تستحق العطاء، تستحق الوقت، تستحق المجهود من حضرتك ومني ومن الشركات اللي بتنتج لي الامبلانت، فهيكون هو ده. وده مشروعنا اللي جاي اللي هنشتغل عليه السنه دي في 2018، انه اي ست مصابه بسرطان للثدي هتكلم برنامج الناس الحلو وملهاش دعوه باي حاجه تاني. الثدي احنا عطيناه النهارده شرح تفصيلي، بس عندنا حاجه جميله النهارده برضو جزء مهم.
من ضمن برضو انا يعني هيبقى بروتوكول من وقت للتاني، مش هنقدر نقول ان هو ممكن يبقى كل اسبوعين، ممكن يبقى كل اسبوع حسب انت ما توافر، ان احنا نلتقي مع كلينيكال كيس، حاله يعني بتشتكي بتقول انا عندي كذا كذا. النهارده انا يعني بيسعدني جدا انه يكون كمان الحاله من الناس المشهوره يعني الفنانين يعني، والفنانين الحقيقه لهم وضع خاصه جدا في التعامل مع التجميل، اكيد هنتكلم فيها. والنهارده الحاله عن الجفون، والجفون انا بصراحه شفت حالات زي الفل على ده انا ورطتك في على الاقل مثلا من ايه من ايدنا والعشره ورطت انا خليتها بلا مجان. فتعالى نلتقي بمرضتك ومتشكرين انها النهارده اديتنا من وقتها، وهي فنانه جميله جدا ويعني لها ادوار متميزه للغايه وممثله قديره جدا، استاذه لبنى عبد العزيز هتكون معانا بعد فاصل قصير وهتنضم لنا ونسمع نظرتها ايه في الشكوى، نظرتها ايه لعالم التجميل والحلول اللي هنشوفها من طبعا ضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد اللي فرحنا جدا بمفاجاه بعد شرح رائع للثدي. لكن ان احنا يكون عندنا مشروع قومي نخدم فيه الستات اللي عندهم سرطان ده حاجه جميله جدا. فاصل قصير ونرجع نكمل. اسمحوا لي ان انا ارحب بضيفي العزيزين. زي ما احنا قلنا هنتكلم على كلينيكال، على حلقه كلينيكيه، على شكوى، على فكره. اسمحوا لي ان انا ارحب طبعا اعيد الترحيب بضيفي العزيز الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد. اهلا بك يا دكتور محمد، وانضمت لنا طبعا فنانه متميزه خالص جدا، وانا بتفرج على ادوارها الاستاذه لبنى عبد العزيز. اهلا بك يا استاذه لبنى. اهلا بحضرتك جدا، منورانا وشرف لينا هذه الزياره الجميله. انا بسعد جدا باهل الفن. ميرسي. واهل الفن عندما يقدمون الى زيارتنا اهل الطب يعني بتبقى زياره زي ما بيقولوا خطوه جميله. لبنى انت ممثله عملت ادوار جميله، انا ما شفتك على الحقيقه انت اصغر سنا من كل ادوار بتدوريك، دايما بيدوكي دور ام ليه؟ لا مش عارفه، ما يمكن دي من الحاجات اللي خلتني افكر في انه ليه باخد الادوار دي، وباخد احيانا ادوار بتبقى بنتي ممكن تبقى اصغر مني سنه سنتين، اكبر مني يعني كده. ف يمكن لسه اخدتي دور ام البنت اللي تعرضت الى الحريق. يعني اللي اتحرقت في الاخر. انا ما عنديش مشكله يا دكتور اعمل اي دور. يعني ام جدا ما عنديش مشاكل، بس انا لما ابص لشكلي في المرايه
المراية أبقى راضي عن نفسي. يعني أبقى حاسة أن أنا عندي ثقة في نفسي. والتمثيل ممكن تعمل أي دور بقى، ما عنديش مشاكل بالمكياج أو من غير المكياج، على حسب مصداقيتك مع الجمهور. فأنا لقيت عندي فعلا دفو، يعني أنا في تحت عيني فعلا دفو ما كده بيبان في الكاميرا أنه سن. فده اللي خلاني فكرت واني احاول اظبط الدفو ده. يعني فكرت ان انت تعملي فعلا عمليه تجميل؟ ده شيء رائع جدا وشجاعه منك ان انت تقولي انا عايزه اعمل عمليه تجميل. ما فيش مشكله. يعني في عالم الفن كتير من الفنانات تقول انا مش عايزه اعمل، او بمعنى انا ما بعملش، وهي عامله يعني اللي هو يعني لو جبنا شاب صغير كده يقول لك يا باشا ده فيلر. شجاعة منك أنا مش شايفاها أنها حاجة يعني حد يتكسف منها أنه يعمل، بالعكس إحنا لازم نستفيد من الثورة التكنولوجي العالي في عالم التجميل، ونستفيد كمان من القامات العظيمة زي دكتور محمد في أنه إحنا عندنا فرصة، عندنا قامات هايلة وفرصة جالنا على طبق من ذهب بدل ما نسافر برا وندفع فلوس قد كده. فواي نوت أن إحنا نعمل ده يعني. انت كل اللي انت بتفكري فيه دلوقتي اللي هو منطقه حول العين، صح كده؟ اوكي، دي اللي بتفكري فيها. دكتور محمد، المنطقه دي منطقه كلمنا عنها الحلقه اللي فاتت، منطقه الجفون، وعمل لها حالات كتير شبه على فكره، يعني دي اسهل من الحالات اللي انت عملها. يعني حاله لبنى حلقه هتبان قوي، هتبقى النتيجه واضحه. احكي لي بقى. هي الحقيقه لبنى جات وشافت الحالات اللي زي كده، وهي كانت شايفه حلقتنا من فتره، واتفقنا ان الجفون دي هتفرق معانا جدا. عندنا الجفون ثلاث طبقات زي ما قلنا، ان في جلد ودهن وعضلات، او جلد وعضلات ودهون. الجلد عندنا فيه زياده شويه، العضلات مرتخيه من دي نظره حزينه كده في الزاويه الخارجيه من العين. الجيوب الدهنيه بارزه لبره. لما بنعالج الانتفاخ بتاع الجيوب الدهنيه نشد العضله تاني. هي دي على فكره العمليه بالزبط. يعني انيميشن المفروض ان هي بيفكر الناس على طول هم راحوا مطلعينها، برافو عليهم، عشان يطمنوك يعني. هي اسهل من كده على فكره، ده الاسلوب القديم بقى. هو يعني بيبقى هي الجروح طبعا اللي عندنا حالاتها يعرضوها دلوقتي، ويعرضوا كمان صور للبنى وفيديو صغير كده ليه شكل المشكله عامل ازاي. طبعا الجروح ما تبقاش كده خالص، الجروح تبقى مستخبيه. ما هي بالظبط من دي الصوره اهي. انت صورتها هنا بروفيشنال، ده تصوير خاص يعني. صورتها انا في العياده، وعشان بس نبين المشاكل اللي موجوده، وبعدين زي ما قلت لحضرتك كده وريتها بعض الصور الحالات المشابهه ليها اللي هم يعرضوها لنا دلوقتي قبل وبعد، وازاي ان الجلد الزياده بيروح والعضلات بتتشد والجيوب الدهنيه بتختفي في خلال ساعه ساعه ونص، المخدر الموضعي واحنا صاحيين، ومفيش شاش ولا بلاستر، بنخرج في نفس اليوم، بيكون في شويه ورم وزرقاء، بنلبس نظاره شمس لمده اسبوع، بنرجع بعد كده امورنا طبيعيه خالص. بس لبنى يعني العيون لغه يعني تواصل، يعني ممكن حد يفتكر ان انت شريره بسبب مثلا يعني مش كده؟ حقيقه فعلا. يعني يتخض منك يقول مثلا يعني في التمثيل تطلعي بالادوار الشريره والحاجات اللي هي اكيد تخض حامه مثلا، زوجه بتمسك جوزها تعذبه تحبسه. انا عملت حاجات كده، في حاجات شريره عملتها. انا رؤيه اخراجيه، انا مخرج جوايا سلامة طيبة، محدش اداني فرصة. لا انت بجد الناس عندهم مشاكل في عيونهم زي الاستاذ كرم مطاوع الله يرحمه. الله يرحمه كان طيب. ده كان راجل عظيم، كان عنده نفس المشاكل دي، ما عملش بس هو كان بيطلع بادوار طيبة. هي مش لازم نظرة العين نفسها بقى مختلفة عن محاول العين. محاول العين دي تديك سن اكتر، انما العين والاي كونتاكت وكده هي اكتر حاجة تاخد عينيك تلفتها وتديك السن، ومش بس كده، الحاله النفسيه والغذائيه والطبيه كمان. لو في الصور دي برضه احترافيه قوي، دي بقى الصور قبل وبعد وحاجات كده. دي لا، دي صور كلها صور لبنى. انما صور قبل وبعد هي الصور اللي عرضناها في الحلقه السابقه. واعتقد ان هي جاهزه معاهم برضه علشان يرضوها للساده المشاهدين، ويعرف قد ايه من المشاكل شوف الحالات الاصعب والمشابهه لذلك بتبقى لطيفه. دي صور احترافيه يعني بقى ليها انت بتصور
التصور طبقا للكتاب بالظبط. فيلين زاويه زاويه من تحت ال 45 من الجزء الخارجي للحاجات دي كلها، الامامي والجانبي وبزاويه علشان الجيوب الدهنيه تبقى باينه معانا اكتر، واحنا قافلين واحنا فاتحين عينينا بمنتهى البساطه يعني. الحقيقه وجودك معانا كمان يا لبنى له اهميه مهمه جدا جدا، ومتشكر ان انت جيت النهارده وشرفتينا، لانه انت بتنقلي رساله للسياحه العلاجيه مهمه قوي، ان عالم الفن كان لفتره طويله قوي في التجميل مش عارف ليه السبب، وهم عارفين ان هنا اقوى من بره بس بيهربوا لبره عشان ما حدش يشوفهم هنا، معرفش او ما تبت... مش ده كان بيحصل في الوسط الفني؟ اه دي حقيقه. لكن معرفش هي استعداد ما يعني. انا لما جيت النهارده اصور مع حضرتك انا ما حسيتش ان انا يعني هبقى مكسوفه او متضايقه او كده خالص. ممكن حد يشوفني يبقى لسه عنده قلق ما، فلما يشوف دوت تتنقل له صوره كويسه يتشجع، ف يعني هعمل حاجه لطيفه للناس بلس ان انا طبعا اكيد هعمل حاجه لطيفه لنفسي يعني. هنشوف بعض امتى بقى تاني يعني؟ المره الجايه اكيد مرتبين الشكل الزمني يعني. احنا بنبقى العادي بتاعنا اللي هو 3 أسابيع بعد العمليه، ودي تعتبر فتره بسيطه مش فتره كبيره، ان يبان فيها الشكل بتاعنا. مش هنقول بقى زي الناس ان احنا نقعد شهر ونص وست شهور وثلاث شهور، لا، احنا 3 أسابيع بعد العمليه هنكون موجودين مع بعض، هنكون مبسوطين من الشكل بتاعنا والنتيجه بتاعتنا ان شاء الله. وحدد بسني انت في حاجه ثانيه، انا عارف لا ده ده بسك في الفاصل، انا مش هتاخر عن لبنى والله. يا دكتور حاجه انا سعيد جدا بهذا اللقاء، وانا اتفرجت لك على حاجات جميله قوي، انت ممثله متميزه جدا، ممثله شاطره، ممثله شاطره فعلا يعني. وطبعا يعني انا اللقاء ده لقاء جمع بين اهل الفن واهل الطب، او اهل الطب واهل الفن، ده لقاء بنسعى له من زمان جدا، لانه ده رساله مهمه قوي. يا ريت كتير قوي من ممثلينا الجمال يشرفونا ونقعد نسمع منهم ويسمعوا معانا ويحكوا لنا تجاربهم في عالم التجميل او امنياتهم في عالم التجميل، ويكون برضو يعني ده في عالم التجميل، يكون معاك برضو في حاجات او في الاسنان او في العيون او في انت جاهز حلقة مفاجآت واللي جاي النهارده. لا انت النهارده بص بقى، احنا متفقين على موسم مختلف، مش انت زعلتني في حاجه من قيمه يومين؟ صالحتني النهارده، مش هقول هو زعل وعدي بشيء بس جاب لي وعودها، لا دي كانت حاجه ثانيه خالص. نورتنا وشرفتنا ومشكرين يا لبنى ان انت شرفتينا النهارده. انا طبعا يعني اقول لك يا لبنى لانك انت صغيره يعني مش يعني مش زي ما كان في انا جوايا مخرج، انا اللي ضيفي العزيز القيمه العلميه الكبيره الاستاذ الدكتور محمد ابو زيد، نورتني وشرفتني وسعيد جدا جدا بكل الحاجات اللي احنا عملناها النهارده وبالمبادره وبالجاي كله ان شاء الله هيبقى حاجه كويسه جدا جدا. ضيفتي العزيزه لبنى عبد العزيز الفنانه الجميله، يعني منتظرينك في زياره جايه هتبقى اكيد اطول، وهنقعد بقى نتكلم عن تجربتك اثناء العمليه نفسها، ونشوف لبنى عبد العزيز بعد هيبقى شكلها عامل ازاي، صح؟ ميرسي يا دكتور، نورتينا يا لبنى. ميرسي. خليكم دايما بالناس الحلوه. الجحة دي واحنا بنجح بنعمل الستريننج تحت ده 100% بيحصل كده، وخاصة بقى في الناس اللي عندها الانترنس فيكتور ده ضعيف وكثيرة من أمراض الشرج، وهو العدو الأول لأمراض الشرج أو العدو الأول للشرج هو الستريننج. حمل الأثقال إذا كان بيتعمل غلط بيعمل ستريننج. أنا مش بقول إن الجراحة وحشة، الجراحة ممتازة وموجودة، وإذا كان البواسير دي بالمناسبة عليها مضاعفات خطيرة زي التجلط أو حاجة زي كده، كل اللي أنا بقوله ده ما ينفعش. لازم نروح نعمل عملية بالجراحة.